صحابك ايه؟ حديد؟ وانا مش فاهمه انت قلقانه قوي كده ليه؟ كل اللي قلته لك ده ما يجلكش؟ طريقته وكلامه ما يجلكش؟ لا ما يقلقش خالص. انا عارفه ان ديستي كويس قوي، وعارفه بتفكر ازاي، وعارفه ان نص كلامه مش صحيح. هو فعلا مهدي ما كانش شغال بدماغه، اه دي حقيقه، بس مش معنى كده ابدا ان هو كان مفلس وان كل حاجه باسم اللي اسمه عادل ده. فكري بالعقل حتى. ده قال لك الكلمتين دول يا حبيبتي عشان يوقعك مش اكتر، وبعدين مش مهم اللي قاله، المهم انا وانتي هنعمل ايه. طب وكلامه عن الطريقه اللي مات بيها مهدي؟ يا بنت مش كده، انا ما كنتش فاكراك انك خفيفه قوي، مع ان شكلك ما يجيبش صراحه. زي ما قلت لك هو بيعمل كده بس عشان يرعبك، عشان تبقي زي الخاتم في صباعه. انا فاهم. عادل الجهنمي، اهلا. اتاخرت عليك معلش، بلد عندكم بقت زحمه قوي، انا نازل من البيت بقالي ساعه. نورت مصر. لا دي مصر منوره باهلها. وبعدين انا اعرف ان محرم عنده اخت، بس مش اخت حلوه قوي كده وشيك قوي كده. وانا عارفه مهدي كويس قوي، وعارفه ان هو لا يمكن يشارك حد لانه براوي، لا يمكن يحط ايده في ايد اي بني ادم تاني. طب حتى كنا نشرب القهوه مع بعض ونتعرف على بعض اكتر قبل ما تدخلي فيها شمال قوي كده. ومين قال لك ان انا داخله فيك شمال خالص؟ انا بس بجيب من الاخر عشان نقعد مع بعض ونبقى حدايا. لا انا زعلان منك قوي يا ناديه كده، خليتي ريم تشيل مني. والله انا حكيت اللي حصل، وبعدين انا ما قلتش حاجه اكتر من اللي انت قلته. هو انا قلت ايه؟ ممكن تسيب ناديه في حالها وتخليك معايا انا احسن. نبدا من الاول، ايه رايك؟ نورت بس. وانت جميله قوي وشيك قوي. وبعدين بقى ماشي. عموما انا مبسوط ان انا قعدت معاكي وتعرفت عليكي، لان انا من زمان كنت عايز اعرفك انت واخوكي، بس ما كانش ينفع، او بالاصح كان ممنوع يعني. حلو الكلام. دلوقتي مش ممنوع ولا حاجه، مهدي مات ولازم يبقى في حد مكانه وحد يقيم الوضع الجديد. انت مش سهله خالص، وانت مش واضح، واللي انت قلته ناديه ممكن يخوف اي حد الا انا طبعا. على فكره انا مش جاي عشان اخبطكم واوتر العلاقه بينكم، انا كل اللي انا جاي بس عايز اعرف بعد موته ايه اللي هيحصل. تعرفين الثروه كبيره والفلوس كبيره والمسؤوليات كتيره، وخصوصا ان خصوصا ان في حاجات كتيره قوي ومعاملات كتيره قوي كانت باسم مهدي. ما ينفعش انت تيجي فجاه كده لناديه وتقولها ان مفيش اي حاجه باسم مهدي، وان مهدي ده مجرد وجهه لناس تانيه. انت عارف ان الكلام ده صعب قوي، والناس التانيه دي ممكن تقلب علينا ولا ايه؟ حلو الكلام، دماغ متكلفه وعارفه هي بتقول ايه، بس سيبك بقى من الشغل والكلام ده. انا هقولها لك تاني، انا مبسوط ان انا قعدت معاكي وتعرفت عليكي. ميرسي يا ندوشه. وانا زعلانه قوي، عارف ليه؟ لانك المفروض لما تيجي لا تقابلني انا لا تقابل محرم، لكن ما تروحش للغلبانه دي وتخوفها. غلبانه؟ انت غلبانه يا ندوشه؟ قهوتك ايه؟ لا احنا قلنا هنتغدى. لا انا ما بتغداش مع حد ما اعرفوش، عشان غدا معناه عيش وملح، وانا العيش والملح دوت لازم البني ادم اللي اكله معاه لازم يدخل قلبي، وانا قلبي جامد ما بيتفتحش لاي حد. امال انا ليه من ساعه ما قعدت على الكرسي ده وحاسس ان قلبي راح وما رجعش؟ حلو قوي اللي انا شايفاه دي. امال دخلت نفسي